مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الرباط، من عاصمة الفرحة اليوم كما أحببت أن أسميها لهذا اليوم العظيم، يوم وصول منتخبنا المغربي للقصر الملكي. فهو فضل حدث كيستقبلوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرياضي الأول، ومعي أسرة مغربية بأكملها انتقلت إلى الأمام القصر باش تفرح وتعيش هذه الأجواء الحماسية. وغنبدا من أول سيدة اللي كتخونها الدموع ويجب وليداتها اليومين ما قراوش باش يعيشوا هذه اللحظة، هذه لحظة وصول المنتخب المغربي إلى القصر الملكي بعد ما وصلوا الحمد لله لنصف نهائي مونديال قطر 2022، باش يكونوا الرابعين عالميا وفي الترتيب ك 11 رقم 11 في المنتخبات الناجحة واللي قدرت أنها تبصم على تاريخ وتدخل للتاريخ من أوسع أبوابه، اسم سيكتب بالذهب معنا هذه السيدة هذه. مرحبا بك. السلام عليكم، كنشكركم وحنا فرحانين بهذا التتويج وصولي للمغاربه والاسود ديالنا ووليداتنا، وفرحنا وحنا كنا متابعينهم شهر كامل لحنا لوليداتنا، وتنتمنوا لهم مسيره موفقه وما كرهناش كون دينا الكاس، ولكن حتى هذا الحمد لله اول مره حنا كنوصلوا لهاد الدومي فينال. كنتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله، والله يفرحهم بصحيحهم والله يعطيهم ما تمناو. فرحة لا تقاوم، ما نكذبش عليك والله العظيم، لا ما نقدرش داك الشيء يبقى، يعني كتحس بوريشه وليد بحال وليداتك، فرحة سبحان الله العلي العظيم بقات متورخة في البلاد. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، الله يحفظه، الله يطول عمره. ولدي بغى يقدم واحد التحية لواحد اللاعب. معنا وليداتك ولدي تحياتي حكيم زياش في هذا المغرب في كأس العالم. وبو فال تحية جلالة الملك الله ينصروا لينا. المباراة جد زوينة، كل ماتش ربحنا. مباراة الأم هذا الطفل هذا اللي حاضرة معنا وليتها هي ما كتقلش فرحتها على فرحتها. السلام عليكم، اليوم فرحانين وعندنا عيد وكثر من العيد، ملي شفنا الدراري أسود الأطلس فرحونا، وأكيد اللي مرضيين والديهم غيوصلوا والله يسين مع ميماتهم اللي تيكونوا في التيرين ويجيبوا تماواتهم راسهم، هذا إنجاز هو اللي وصلهم هما بركيباتهم تما، وحنا بالدعاء معاهم هنايا والحمد لله اللي زنا رايتنا الفوق الفوق الفوق، وعاش من عاش وكيحبها من حب وكيره من كيره، المغرب الفوق الفوق ورايتنا الفوق الفوق ديما مغرب وديما مغرب والحمد لله والله يخلي لنا سيدنا والحمد لله عاش الملك. انا شهرين ما مشيت للمدرسة، شهرين ما مشيت للمدرسة فرحانة، شوف باقي تمشي للمدرسة، شهرين ما مشيت للمدرسة فرحانة، شوف فرحانين ضروري فرحانين. مبروك عليكم ومبروك علينا ومبروك على العالم كامل، حنا وصلنا لقلوب الناس كاملين، ماشي ضروري الكاس، حنا ربحنا قلوب الناس كاملين ماشي ضروري الكاس، وشكرا. ورجعوا نكملوا معاكم فانيزا عندك، حنا كنشوفوا. وتحيه للركراكي بزاف 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 بزاف، مرحبا بي في الرباط وكنفرحوا بهم كاملين كاملين، مرحبا بي سود الاطلس فرحونا من طنجة إلى القويرة، والحمد لله بالإنجاز ديالهم. أيام وأنت كتهبطي هنا للمدينة؟ ويلا من النهار بداو هما يا وأنا كنهبط للمدينة، تفتقدوا كنهبط للمدينة، بحال وليدات. وثاني كنقول لك واحد من واحد المنبر، كنقولوا لهم فرحتونا بعدا والمغرب ديالنا بان، عرفونا كاع الدول العالم كامل بإسريع بان المغرب، والرايه المغربيه تهزات للفوق، ولا الصغير والكبير كيعرف الرايه، ولا كلشي الصاعمبي كيعرف الرايه، وكلشي كيلبس الاحمر، وليداتنا كيلبسوا الاحمر كيلبسوا الخضر، داك ما نقولكش الوان الرايه المغربيه. يومين ما بغاوش يقرا ولدي صغير اصلا مرضي البارح وقال لي ماما ما يمشيش لان كتحبهم جايين البارح، هي هذيك واخا مسكين مشيت دوزتي، وقال لي ماما حتى اليوم واخا خصني نمشي ماما نحضر وما يمكنش انا، قال لي ماما جايين، قال لي ماما جايين ناس من البلدان، جايين من مراكش، جايين من اكادير، ها هو الدري مسكين ها هو، وقال لي ماما حنا مراكش
حسام. شكرا السي علاء. السلام عليكم. والله الا فرحنا في هذا الشيء هذا اللي وصلوا ليه الدراري، فرحنا بزاف بزاف بزاف. وانا من مراكش، ومراكش كاع طنجة اكادير الرباط كاع المدن فرحانين الحمد لله. شوف وديما الحمد لله، وفرحنا بالدراري وفرحنا بالدراري وفرحنا بوالد الركراكي، والدراري كاملين فرحونا. والله الا فاجاو علينا، واخا مهمومين ومهمومين، ولكن المنتخب فاجأ علينا ونسينا كاع الهم والحمد لله. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. ما جابوش الكاس وجابوا العز، العز العز للرايه المغربيه كتفرف في السماء. فكنشوفوا فرحه كبيره كنعيشوها انا معاك خويا انايا. خويا تحيه للعابه ديالنا، فرحونا بزاف. حنا جينا فرحانين اليوم باش نستقبلوهم، وفرحة ديالنا ما تتوصفش. الناس جات من مختلف المدن باش يحضروا هذا الاستقبال هذا، وتحيه للعابه ديالنا. شرفوا المنتخب الوطني والله تشرفنا بالله. عشان مش انا من بلشيك باش نستقبلهم. والله اش كندوي معاهم، والله الباسبور. احنا فخورين اليوم بزاف باسود الاطلس، وشرفونا في كاع العالم، وكنقول لهم شكرا بزاف وتحيه لوالد الركراكي. وحنا دابا قدام القصر، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، التفريق ديالنا ان شاء الله. كنشكر المغاربة، وفرحان انا جاي دابا، جيت من المحمدية، جيت لهنا الرباط، بغيت نشجع المغاربة. وكنشكر بزاف وبونو والحمد لله وبلادي. والله انت غريب. سيدي انا كنشكر المنتخب الوطني اللي فرحنا في القارة الإفريقية وفي المغرب كامل وكامل والعالم، العالم كامل بإسره. كل مسلم كينادي بالراية المغربية. أنا شفت اليوم الكوار تبارك الله عليهم، الكوار كلهم لابس معنا يا التوني، كلشي اليوم لابس معنا التوني. الصلاة والسلام.